بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. يقول نسمعه الكلام العلم العجيب. يقول أهل العلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداهم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداهم إيش؟ يؤذن بأن الله زوى إليه كل فضيلة من فضائله. ما معنى هذا؟ حينما تأمر بالاقتداء لابد أن ترى شيء تقتدي به. حينما هداهم بمعنى أن النبي أن الله عز وجل دل نبيه على هداهم، وكيف يقتدي بشيء غير معلوم؟ لابد أن يقتدي بشيء معلوم. حينما اقتدي بهداهم يعني أنه بين له هداهم، ولهذا تعبير العلماء زوى إليه يعني أعطاه وبين له وكشف له. طبعا في قديم في لأن هؤلاء كلهم سابقون للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه زوى وقلب التاريخ وقلب أيام الزاء الماضية وكشف له هذا الهدى الذي عليه هؤلاء الأنبياء الكرام عليه السلام. فقال زوى إليه أو زوى له كل فضيلة من فضائلهم التي اختص كل واحد بها.